احب اعرف قراءتك للمشهد. ازاي شفتي اليوم الاول امبارح من جوله الاعاده؟ اولا اهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. ثانيا يعني احنا عندنا تقريبا انتخابات من جديد. احنا عندنا دلوقتي 218 مرشح بيتنافسوا على 109 مقعد في جولة الإعادة، فدي حجم كبير جدا من المقاعد التي لم تحسم بعد. لكن المحافظة الوحيدة اللي تم حسمها هي محافظة البحر الأحمر، هي دي اللي خرجت من دايرة المنافسة والتعب، او خلينا نقول الانتخابات بقى من اول وجديد بالضبط على الفردي في كل المحافظات. في 13 محافظة تقريبا احنا بنعيد الانتخابات من اول وجديد. حدة المنافسة بقت قوية جدا، عدد الاختيارات قدام الناخب بقى اقل، بقى قدامه ان هو لازم يحسم امره ويحسم ان هو عايز مين بالظبط. المواطن المصري الحقيقة في الفترة الأخيرة بقى عنده وعي كبير جدا، يغير المشهد بطريقة يعني 180 درجة. المرشحين اللي احنا معتادين عليهم على وجودهم في المجلس النواب خلاص، يعني الشارع خلاص لفظهم، او الناخب المصري خلاص ما بقاش، خلينا نقول الوجوه المتكرره يعني خلاص ما بقاش، او خلينا نقول الحاجات اللي هي كانت دايما متعودين عليها. انه لسه كنت بقول الصبح لو تشاركيني برضو رأي من خلال، انا عارفه ان انتوا بتعملوا كتير من الابحاث واستطلاعات الرأي، يعني دايما كانت الصوره الذهنيه المتعلقه او الصوره الذهنيه المتعلقه بالانتخابات سواء اذا كانت مرتبطه بالعصبيه القبليه، واعتقد انه في الانتخابات دي ما شفناهاش قوي، وجزء التاني التكرار انه ده عضو مجلس النواب هينجح. هي الحقيقه انتخابات 2020 كانت دايما قلبه كل المقاييس، يعني سواء هنا في مصر او في انتخابات خارج مصر، يعني دايما كانت بتدينا صوره مغايره عن النمط المعتاد او اللي المفروض هيحصل. الحقيقه ان احنا دايما معتادين انه الاشكال المتكرره هتيجي تاني، وده كان النمط المعتاد، خلاص ما بقاش في اي تغيير. لكن الحقيقه انتخابات 2020 اكدت لينا ان الوضع ابتدى يتغير، لقينا ان في ناس جديده، لقينا ان في النساء طاغيين بشده، داخلين ب 53% من المرشحين نساء. الشباب موجود وبشده، واصبح عنده ثقه انه يدخل كمان ينافس على مقعد الفردي، وحتى ما كانش بينضم لمظله حزبيه فهو بيدخل مستقل. بالظبط، يعني وجود المستقلين من الشباب كان وجود كبير قوي على الارض، وحققوا نوعا ما يعني خطوه جيده. صحيح هم محتاجين كتير من الخبره، محتاجين كتير من الوقت علشان يكون ليهم فعلا وجود قوي اكتر في المجالس القادمه ان شاء الله. طيب خليني اشوف معاكي ابرز الملاحظات المتعلقه بهذا العدد من المرشحين اللي بيخوضوا جوله الاعاده. هل لو احنا بنتكلم ده انه سببه الاكتر هو اتساع عدد الدوائر اللي كبرت ويمكن خلينا نقول تشعبت بشكل اكبر، ولا كمان لان احنا كان عندنا عدد كبير من المتنافسين او المرشحين اللي بيتنافسوا على عدد محدد من المقاعد؟ الحقيقه واحنا عندنا عدد كبير قوي من المنافسه. ثانيا احنا عندنا الانتخابات بتجرى في يعني في وقت عصيب شويه السنه دي بسبب احداث كورونا، يعني ما بقاش يعني الانتخابات مش واخده الشكل النمطي المعتاد بتاع الانتخابات اللي حاصله في سنين قبل كده، فده يمكن هو اللي ساعد على تغيير المشهد بقدر من الامكان. يعني ما بقاش في التجمعات والمؤتمرات الحزبيه او الدعايه الانتخابيه المعتاده، ما بقتش بنفس الشكل المعتاد بتاع السنين اللي فاتت او الاحداث اللي فاتت. يعني نقدر نقول انه اكثر كان التعامل ما بين الثقه المتبادله ما بين الناخب والمرشح. بالظبط، هو كانت ثقه الشخص او مدى برنامجه الانتخابي كان هو ده الحاجه الوحيده اللي كانت مؤثره على قرار الناخب في النهايه. يعني بس خلينا ناخد من موضوع البرنامج الانتخابي واروح معاكي لجزئيه تانية، وهي انه فكره انه المرشح كان يروح يعرض خدمات على دايره معينه او ان هو يقوم بخدمه لده، انه ده يكون برنامجه الانتخابي، متهيألي ان ده برضه ما بقاش طموح المواطن، بقى طموحه اشمل من انه مجرد تحقيق بعض الخدمات او المميزات للمنطقه او للدايره. يمكن ده صحيح، لان هو الموضوع مجلس النواب ما بيقتصرش بس على تحقيق خدمه للمنطقه، لا هو مجلس النواب في دوره الاهم والاشمل ان هو بيحط التشريعات اللي هي في الاخر هتحدد مصير البلد كلها، مش بس مجرد منطقه صغيره.
هو جزء من عمله وجزء من أدائه أنه هو لازم هيكون عارف مشاكل المنطقة بتاعته، قادر أنه يحلها، هيحلها إزاي بطريقة علمية صحيحة ولا لأ، قادر على وجوده في الأرض، مش مجرد بس مجرد الوقت بتاع الانتخابات وبعد كده أنا كناخب مش هشوفك تاني، غير بقى الانتخابات اللي جاية تيجي تعرض عليا شوية برامج انتخابية أو خدمات أنا ممكن يلاقيها يا ملاقيهاش. لا، المواطن المصري لا بقى عنده وعي قوي، بقى يقدر يميز مين هيقدر انه فعلا يخدمه، سواء على المستوى الخدمي جوه المنطقه او على المستوى السياسي على كبلد كامله. طيب احنا واحنا بنتابع معاكي دلوقتي الصوره، واحنا في اقل من نص ساعه من ساعه ما اللجان فتحت ابوابها واحنا ابتدينا نلاقي الاقبال. امبارح برضو كانت نفس الصورة ونفس المشهد، مع الطبيعة بقى المصرية ان الاقبال بيزيد في النص الثاني من اليوم، يعني هنلاقي بعد الساعة 6 اليوم بيبقى مختلف. ازاي بتشوفي هذه المشاركة؟ هل هي كانت متوقعة فعلا في جولة الاعادة ان احنا نلاقي هذا الحشد او المشاركة من المواطنين؟ يمكن وعي المواطن في ان هو عايز ياكد شخص معين، يمكن هنا بتيجي بتبان فكره المخاطره، يعني انا قدامي عدد كبير من المرشحين، فانا ممكن اسيب الموضوع اشوف مين اللي هيفضل في الاخر.